المعلومات باش نوروا الراي العام ان شاء الله باذن الله. احنا دابا قربنا وبقات لنا غير واحد تقريبا واحد 100 متر لعين المكان، ونتمنوا انهم هاد الناس يتساعدوا معنا ويتعاونوا معنا كصحافه نوروا الراي العام. نور على سير 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 الجهه اخرى. شحال يدير؟ السلام عليكم اختي جريده ويستن نيوز الكترونيه معك من مدينه مكناس. حنا كنا تابعنا الحدث معكم متابعه من الدين هذاك الحادثه، وحنا كنسمعوا عليك ايها الناس، وحنا دابا كنحاولوا نوصلوا الصوت ديالكم للراي العام. دابا كنتم مناكين دينا ما عندكم واحد الصوت، وحنا حاولنا ولكن اليوم مع الاخوه اللي داو داكشي الصحافه كنشوفوا بان وسائل الاعلام كتجي عندكم جميع انحاء المملكه وكتحاول توصل الراي ديالكم. وانا كنصحك اولا خصك تتعاملي مع وسائل الاعلام، وسائل الاعلام واحد الانسان راه ما غيضروكش، غادي ينفعوك، باغي نوصل الصوت، باغي نوصل الصوت، باغي نوصل الصوت ديالك. كاين ناس انتهازيين ما قلناش، ولكن بالنسبه لوسائل الاعلام كنصحك باش تتعاملي معاهم بان الصوت ديالك باغي يوصل، هما منظمين معاكم، هما لان هذا اللي انتهت شيماء راه هي بنتنا اختنا. كاين غدا ان شاء الله حتى هي غادي عندها مستقبل، ولكن هذا الحال اللي تعرضت له حتى واحد ما بغى. شنو كتقول يا بنتي شيماء في هذا الحادثه وهذا؟ حاولي تعطينا شي جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق باختصار. كنقول انا بلي راه ودهوني وراه كدوا عليا صفتوا عليا. وبالنسبه لذاك المحاكمه اللي حاكموا في وسطك بالنسبة لهاد الجريمة اللي حكموا عليا اللي كيعتقدوها هما كجريمة في النظر ديالي. الجريمة اللي طالبين بلي أنا تيقولوا بلي أنا بريكادا. أنا مثلا والو. البريكادا ديالك؟ وي مازال أنا مثلا والو، علاش بريكادا؟ علاش بريكادا؟ وانت بالنسبة لتما شنو كان الصفة ديالك في وسط الحرم الجامعي ديالهم؟ الجامعي ديالي كنت أنا كنمشي نشتغل تما في الزربير. كنت عارف معاها كل شيء راه كنت خدمت تما، مشيت على اساس نخدم، وكنت كنخدم بنيتي. العمر ديالك شحال؟ 16 سنة. معنى قصيرة كتخدمي، علاش كتخدمي انت؟ الهدف ديالك من هذا الشغل علاش خصها؟ باش نعاون والديا. الأب ديالي ولا الأم ديالي والأم ديالي كاملين. على ما سمعت أنا الأب ديالي مريض. ما كاينش اللي غادي يعاوننا كاع، كل اللي ما خدمناش حنا ما كاينش اللي غادي يفتاتو كاع مختار. وعلى حسب المتابعه اللي تابعت انا كجريده ويسلان نيوز، انني سمعت انك مشيتي باش زعما تحاولي تدافعي عليها، شنو هي ذاك شنو كيفاش صدتي مع هاد الناس؟ مشيت ندافع على اختي، مشيت ناخذ الحق ديال اختي لحقاش ما عندهمش الحق يحاكموها، ما عندهمش ابدا الحق يحاكموها. مشيت ندافع على اختي انا، وفاش مشيت ندافع على اختي لقيت بان السلطات ما عندهاش الحق تدخل الحرم الجامعي. عرفتي كنغوت وكنترجعو باش يدخلو، بما ان حنا ما عندناش السلطات باش ندخلو للحرم الجامعي. وتعرضت انا للضرب وتعرضت للاهانه وتعرضت للجميع اللي ما تصورش قداش انا تعرضت لواحد الاهانه في المدينه. خمسه ديال الطلبه دراري ومعاهم بنت بالزبارات وبالمات، انا بغيت نعرف واش الطلبه هادشي في وسط الحرم في الحرم الجامعي. بغيت نعرف واش الطلبه واش كيمشيو يقراو ولا كيمشيو يدارسو، واش الطالب نحيس يجبد صباره من الشكاره ديالو، واش هادي قرايه واش هادي ولات قرايه؟ حنا ما بغيناش السير، حنا ما بغيناش
هذا ولا بغينا شي حاجه. اما ممكن اي واحد يدير، ممكن اي واحد يدير شي واحد شي حاجه شنيعه بحال اللي داروا يعني. قلت حنا بغينا السيد صافي نمشيو، حنا كنطالبوا سيدنا، كنطالبوا سيدنا يعاونونا والجمعيات والله يكثر خير وسائل الاعلام اللي عاونونا باش نوصلوا الصوت ديالنا للشعب المغربي كله باش يعرف شنو وقع اختي انا. بالنسبه لوسائل الاعلام اختي دابا زعما حسيت بهم ساندينكم صراحه، ما تيعرفوش يطلبوا شي فلوس او شي حاجه او تيطلبوا منكم غير تصريحات وباغيين يتعاونوا معكم صراحه. وسائل الاعلام كاملين كيطلبوا منا غير تصريحات باش الشعب يعرف شنو وقع لشيماء بالفعل، باش المغرب كامل وخارج المغرب كله يعرف شنو وقع داخل الحرم الجامعي. هادشي اللي بغاو يوصلوا لوسائل الاعلام للناس كاملين. والله ما لك الحمد مضامنين معنا شحال العمر ديالك؟ انا عندي 20 سنه. 20 سنه باص الام ديالك هي اللي دابا وشنو هو الطلب ديالك؟ كلمه اخيره ونطلب ديالك للشعب ولا للسلطه ولا نطلب ديالك اخر نطلب كتقول؟ نطلب ديالي انا وما جميع السلطات وجميع الوسائل وجميع اللي تقدر تسول تعاوننا وتوقف معنا وقت الاحتجاج يعني حتى بدوك الطلب. حنا بغينا دوك الطلبه كاملين يتعاقبوا وياخذوا الحساب ديالهم وما يبقاش داكشي حنايا راه شي او دابا وحده ممكن وحده اخرى ممكن طالبه ممكن عامله اخرى. حنا بغينا ممكن تكون اي وحده ممكن تكون اي وحده من المجتمع. حنا ما بغيناش طالبات ولا عاملات يفعلوا داكشي داخل الحرم الجامعي الحرام الحشومه يكون داكشي داخل الحرم الجامعي. بالنسبه درتو المحضر ديالكم عند السلطه؟ درنا محضر عند السلطات وراهم السلطات قايمين بالواجب ديالهم كامل الواجب ديالهم السلطات قايمين بيه وكنشكرهم بزاف لحقاش كياخذوا لينا حقنا شويه بشويه. تعتقلوا شي وحدين دابا؟ دابا كيعتقلوا شي سلطات كاملين ديال الجهه ساهرين ما كينعسوش خدامين محاصرين. الله يكثر خيرهم وكنطلب من سيدنا انا بغيت نوصلوا صوتي وصوت ديال الاخت ديالي لسيدنا باش يعرف باللي شنو كيوقع في البلاد ديالنا شنو كيوقع في المغرب. كيقولوا المغرب زين حنا بغينا المغرب يبقى زين. بغيت نمشي نبدا لسيدنا باش يعرف هادشي كله ويعاوننا ويساندنا لحقاش اختي مرضات نفسيات ما كتنعش كتبغي تغوت عرفتي شناهي كتبغي تغوت السيدة كتبغي تغوت كتقول لهم اجي يقطعوا لي يدي كيفاش غادي تتعامل مع انسان يحكموا عليها باش يقطعوا لها يديها يحكموا عليها باش يقطعوا لها يديها. شنو كان شنو كانت الحاله ديالك انك سمعتي انهم تيهضروا وتيحاكموا ديك المحاكمه ديالهم ان غادي يقطعوا لك كيفاش كان الاحساس ديالك؟ صافي كان الاحساس ديالي راني في الحده ديال الموت بقيت كنشهد انا فاش كنت في الحاله ما كنتش عليك نهاري جميع السلطات شافتني كيفاش ولدي لحقاش باش يخرجوا واحد البنت قاسم من الجامعه بديك الحاله اللي يوت عليها راه ما جاتش. اختي حنا كنشكروك بزاف وحنا كوسائل الاعلام اللي كيجيو عندك كنتمناو انك تتعاملي معاهم بدون استثناء. وبالنسبه حنا هادشي اللي صورنا معاكم صوت وصوره ماشي على حساب لان دابا الناس حنا اللي كيتابعوا الاعلام ولاو كيبغيو يشوفوا داكشي صوت وصوره حنا صورناكم ما بغيناش نصوركم الوجه ديالكم الظروف الخاصه لحقاش ما بغيتو وهادشي حنا غادي نلوحوه في الفيديوهات وغادي يشوفوه الناس سواء من قريب او من بعيد وراه الناس معاقفين معاكم حنا هادشي اللي غادي نلوحوه واش عندكم شي مانع؟ شكرا اختي. حنا الصوت ديالنا للشعب كله كاع المغاربه الصوت ديالكم اختي غنصوتوا معكم مرحبا اختي شكرا سمحوا لي.